هلو جايز، مرحبا بكم ان شاء الله في الفيديو الثاني او الدرس رقم جوج. ان شاء الله في الفيديو الثاني غادي نحاولوا نهضروا على واحد بحال لعيبات خفاف وبساط وسهلين، وان خاص اي واحد انه يكون عارفهم. اوكي، دونك الحاجه اللي غادي نهضروا عليها اليوم اللي هي كما كنشوفوا هنا في لاكرون، اللي هي اجي نتعلموا ايام الاسبوع. اوكي، واللي كيتسموا بلونجلي ذا دايز اوف ذا ويك. ذا دايز اوف ذا ويك يعني اللي غادي نعرفه من خلال الجملة هو أنه days هما أيام، days أيام، week أسبوع، أيام الأسبوع the days of the week. okay so the days of the week هما أيام الأسبوع. بحال ديما عندنا هاشتاغ ديال تعلم لونجلي فابور المرضي. okay غير لما بغيتي تتعلم، دونك غنبداو step by step، غنمشيو شوية بشوية. okay غنمشيو شوية بشوية. okay دونك مشيو. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هو خاصنا ناخذ بعدا واحد شويه ديال المصطلحات اللي هما عباره عن واحد ثلاثه ديال الكلمات. اوكي، اللي خاص الواحد انه يحاول انه يفرق بيناتهم. اوكي دونك هادو مهمين. دونك الكلمه الاولى هي ويك. ويك كامل كنسمعوا بويك. اوكي دونك ويك ما كيمشي هنا كتعني ايام الاسبوع كاملين، دونك فيهم 2 3 4 الخميس الجمعه السبت والحد، هذا كيتسمى الويك. اوكي ويك اسبوع، اسبوع كامل. ملي كنسمعوا كلمه ويك اند، ويك اند كتعني نهاية الأسبوع اللي فيها السبت والحد. دونك من خلال الكلمة شارحة راسها براسها، دونك عندنا ويك أسبوع، اند نهاية، ويك اند نهاية الأسبوع. أوكي دونك نهاية الأسبوع هما السبت والحد، دونك فين ما تسمع الويك اند عرف أن السبت والحد. وشي مرات ربما غادي تسمع بكلمة ويك دايز، ويك دايز، ويك دايز اللي هما الأيام ديال العمل والأيام ديال الخدمة، اللي هما اثنين ثلاث الأربعاء الخميس والجمعة. اوكي دونك نعاودهم بالزربه. قلنا ويك اسبوع. اوكي ويك اسبوع، ويك اند نهايه الاسبوع، ويك دايز. ويك دايز كما كتشوف في الاكرون عندنا هما الايام ديال العمل اللي هما الاثنين والثلاث والاربعاء والخميس والجمعه. وحنا الدرس عندنا ديالنا اليوم اللي هو ايام الاسبوع، دونك هما ذا دايز اوف ذا ويك، ذا دايز اوف ذا ويك. اوكي نيكست، غادي نشوفوا دابا ايام الاسبوع ونشوفوا النطق ديالنا. درس خفيف، درس خفيف وبسيط وسهل بزاف. اوكي دونك غادي نشوفوا دابا ايام الاسبوع زائد النطق ديالهم هما ذا دايز اوف ذا ويك. بطبيعه الحال غادي قديما نكتبها لكم في اي فيديو هي تعلم لونجلي فابور. اوكي دونك اللي ما باش يتعلم سو تعلم لونجلي فابور المرضي، خاص تكون مرضي باش يتعلم. اوكي دونك غادي نشوف واحد ربعه ديال خمسه ديال المحاور عندنا. غادي يكون عندنا اليوم، انا نكتب لك اليوم بالعربيه، غادي نكتب حداه الترجمه ديالو ان انجلش، نكتب طريقه النطق ديالو بالعربيه كذلك، والترتيب ديالو واش هو اليوم الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس. دونك هنا اوتوماتيكمون غادي تتعلم كيفاش تقول اليوم الاول ولا الاول الثاني الثالث الرابع. اوكي والاخر هو الاختصار ديالو، اشنو الا شفتيه شي مره وشوف شي بلاصه عرف الاختصار ديالو اشنو هو. دونك نبداو باليوم الاول، عندنا هو الاثنين، نهار اثنين كتكتب بحال هكا Monday Monday Monday. دونك غادي تخيل انه في بلاصه الاو كاين ا. اوكي دونك Monday انا كاتبها بالعربيه Monday 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 ماشي Monday. اوكي Monday في الاول قلت لكم the days ماشي days، the days of the week. دونك عندنا Monday، و Monday بطبيعه الحال الاثنين هو اليوم الاول، دونك هو the first، the first، first، the first day، اليوم الأول، the first day of the week، اليوم الأول من الأسبوع، ولا in the week، okay؟ الاختصار ديالو هو من، من، M-O-N، إذا درتي غير في جوجل، M-O-N، ولا جوجل تراديكسيون، M-O-N، غيعطيك هو الاثنين، okay؟ نمشيو اليوم الثاني اللي هو الثلاثاء، كيتكتب بحال هكا، Tuesday، 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 Tuesday. Tuesday Tuesday انا كتبت النطق ديالو. دونك هو اليوم الثاني، دونك هو the second، the second day، the second day، والاختصار ديالو Tuesday. عندنا اليوم الثالث، عندنا هو الاربعاء ولا الاربعاء، كتكتب بحال هكا فيها Wednesday ولكن النطق ديالها هو Wednesday، Wednesday. دونك تخيل ان هاد الدي هادي ما كايناش. اوكي تخيل ان ديك الدي ما كاينش مكتوباش، دونك Wednesday 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 Wednesday. دونك عندنا 2 3 4 Monday Tuesday Wednesday Monday Tuesday
وينزداي مازال غادي ندير واحد الريفيو. دونك عندنا الخميس هاد تي اتش ولا تي اتش تخيلها بحال تاع عندها ثلاثة ديال النقاط. ف ف ف ثيرزداي 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 ف ديما لسان خصو يطلع هنا ويخلي شويه ديال البرد ما بين السنان الفوقانيين ولسان. ف ثيرزداي ثيرزداي دونك ثيرزداي هو ذا فورث داي، يعني هو اليوم الرابع. اوكي اليوم الرابع ذا فورث داي، الاختصار ديال هو ثيرز ثيرز ثيرز. اجي نمشيو للجمعة. الجمعة عندنا فرايداي فرايداي فرايداي. سوري اللي سمعتو الصوت ديال البنات الصغار في الدار. اوكي دونك فرايداي 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 هو اليوم الجمعة، دونك هو اليوم الخامس. ذا فيفث ذا فيفث داي ذا فيفث داي. هنايا من اثنين ثلاثة الاربع الخميس الجمعة هادو شنو كيتسموا؟ الا كنتي مركز معايا وشاد معايا الحساب كيتسموا ذا ويك دايز ذا ويك دايز. دابا غادي ندوزو لهاش السبت والحد اللي هما الويك اند. اوكي دونك عندنا السبت ساتردي، نكتبو بحال هكا ساتردي ساتردي. ولكن الا بغيتي تخلي النطق ديالك يكون زوين وحنين وماضي تخيل هذيك التي ديال ساتر، تخيل الدي خفيفه ساتردي 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 اللي هو هو ذا سيكست داي. ذا سيكست داي هو اليوم السادس. اوكي دونك قلنا السبت هو ساتردي اللي هو ذا سيكست داي. بقى لنا الحد طبيعة الحال اللي هو ساندي 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 بحال ماندي في النطق. ساندي ماندي ساندي ماندي نديرو واحد القرايه بالزربه. دونك عندنا اثنين ماندي تشيزداي وينزداي ثيرزداي فرايداي ساتردي ساندي. عشان نقراو بحساب العربيه ماندي تشيزداي وينزداي ثيرزداي فرايداي ساتردي اند ساندي. هنا الترتيب ديالو the first the first the second the third the fourth the fifth the sixth and the seventh day. okay so هنا سالينا الايام كاملين. اوكي غتحاول انك دير واحد غادي ندير في عين الاعتبار انك درتي بوز لا فيديو وحاولتي انك تراجع. اوكي تحتاج دابا من وراها غادي ندير واحد المراجعه بسيطه بخف. اوكي دونك كويك ريفيو غادي نقول لك الاثنين مثلا ولا شي يوم وانت تعطيني الترجمه ديالو. اوكي اوكي يلا ندير مثلا انك درتي بوز ساليتي راجعتي ضربتي طليله بالخف ولا كنتي مازال عاقل عليه. سو قلنا اثنين كيفاش شنو كيتنطق بعد اثنين؟ بيرفكت ماندي ماندي كما كتشوفوا هنا ماندي ماندي. زيد ثلاثه perfect tuesday tuesday tuesday. okay اليوم الثالث the third day اللي هو wednesday wednesday wednesday. انها الدي الوسطانيه ما كتنطقش. okay wednesday الخميس thursday ماشي thursday ولكن thursday thursday thursday. وعندنا الجمعه Friday 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 Friday. السبت كنا كتنطق Saturday ولكن نقدر ترجع American accent يعني الأمريكانيين كينطقوا بزاف Saturday 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 Saturday. وعندنا الأحد اللي هو Sunday Sunday. So guys الفيديو كان بسيط حيت كاين شي ناس اللي ما عارفينش the days of the week ما عارفينش الايام. كنتمنى انه يكون بسيط بالنسبه لهم وفهموا فيه واحد شويه. اوكي سو مراجعه بالخف قلنا اليوم قرينا the days of the week اللي هما ايام الاسبوع. قلنا ايام الاسبوع ولا ايام العمل اللي كاينه في الاسبوع من الاثنين حتى الجمعه Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday كيتسموا the weekdays. وعاد عندنا the week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday كيتسموا the week. اوكي ذا ويك يعني الاسبوع. وبعد عندنا ساتردي اند ساندي كيتسموا ويك
end. دونك عندنا Monday هو the first day, Tuesday the second day, Wednesday the third day, Thursday the fourth day, Friday the fifth day, and Saturday the sixth day, Sunday the seventh day. So guys, thank you so much. وديما بهاشتاغ تعلم فابور تعلم لونجلي فابور المرضي and ciao.